السلام عليكم، معكم مديرة الخزانة الجماعية بن عبيد التي تم تدشينها من طرف السيد العامل اليوم صباحا. تضم هذه الخزانة التي أسست لتنمية الشباب والأطفال في إطار القراءة والمطالعة، تضم هذه الخزانة الجماعية عدة كتب تربوية ومدرسية موجهة لفئة التلاميذ والتلميذات ساكنة بن عبيد بالمجان، وتضم هذه الخزانة عدة مرافق من بينها قاعة الإعلاميات التي تم تجهيزها بكتب رقمية وإنترنت، وتضم هذه الخزانة أيضا عدة أنشطة من بينها قاعة للرسم لتنمية وإبراز مواهب الشباب والشابات لساكنة بن عبيد. وهذه الخزانة أيضا سيتم الاستفادة منها لجميع التلاميذ والتلميذات دار بوعزة. استفدنا من هذه الخزانة بزاف، وحيت لقينا في هذاك الشيء اللي بغينا، وجات وفرصة مناسبة حيت جاتنا مع الوقت ديال الامتحان الموحد الإقليمي، وكنستافدوا منها بحيث كاينين القصص ديال الفرنسي وكاينين ديال العربية، زوينين بزاف وكل شيء عجبوه. كاينين ديال التحضيري، كاينين ديال الثاني، جميع المستويات، وزوينه بزاف حيتاش كنستافدوا منها وكناخذوا منها معلومات، وفاش باش كنسولوا شي واحد او لا شي حاجه كيجاوبونا عادي بحال احنا بحال وليداتهم. صراحة هاد الخزانة هادي فادتنا بزاف، غنينا المعجم ديالنا بالتفاصيل اللي فيها وبزاف القصص اللي غيساعدونا في الامتحان الموحد، وكنشكروا السيد العامل اللي قام تأسيس هاد المكتبة والخزانة. والحمد لله، وصراحة قبل ما كنا محرومين من هاد المطالعة وهاد الشيء، والحمد لله دابا ولينا نقدروا ناخذوا قصص ونقراوهم ونغنيو المعجم ديالنا، وكتكون من بزاف الطبقات. هنايا كاين الابتدائي والفوق كاين الاعدادي ومرافق صحية، والصراحة والناس كيعاملونا مزيان الحمد لله. بالنسبه للاعداديات صراحه استفدنا منهم، شفناهم كيفاش كيخدموا، كيفاش كيتصرفوا، كيفاش كيتعاملوا مع الناس، صراحه مزيان. وانا بهذا الشيء اللي داز اليوم عجبني الاعلام، ونتمنى انني نكون اعلاميه ان شاء الله. شنو الرساله اللي توجهي للزملاء ديالك اللي حافظوا على الخزانه وعلى الكتب؟ صراحه خاصنا نستعملوا هذه الخزانه في حل البيت ديالنا، نحافظوا عليها ونخليوها نقيه ونستافدوا منها، لانها كيف ما غنستافدوا منها حنا غيستافدوا منها بزاف ديال التلاميذ. نخليوها نقيه ونحافظوا عليها، ونشكروا الناس اللي مشرفين على التاسيس ديال هذه الجمعيه، وشكرا.